وهو منطلق قال جؤية بن النضر: إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق المعروف تستبق، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. دبيب الكسالى قال حوط بن رئاب الأسدي: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر، فكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. صخرة الأسرار قال مسكين الدارمي: وفتيان صدق لست مطلع بعضهم على سر بعض غير أني جماعها، لكل امرئ شعب من القلب فارغ وموضع نجوى لا يرام اطلاعها، يظلون شتى في البلاد وسرهم إلى صخرة أعيا رجالا صداعها. مقابر المحاسن قال قعنب بن ضمرة: إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني، وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا، فليتك تحلو. قال أبو فراس الحمداني: إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة فليس له إلا الفراق عتاب. بمن يثق الإنسان فيما ينوبه، ومن أين للحر الكريم صحاب؟ وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثياب. وما كل فعال يجازى بفعله، ولا كل قوال لدي يجاب. ورب كلام مر فوق مسامعي كما طن في لوح الهجير ذباب. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. الغلو ذريعة الانتقاص. قال ابن الرومي: إذا ما وصفت امرأ لامرئ فلا تغل في وصفه واقصدي، فإنك إن تغلو تغلو الظنون فيه إلى الأمد الأبعد، فينقص من حيث عظمته لفضل المغيب على المشهد. شقاء المحب قال أحدهم: وما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التنائي، وتسخن عينه عند التلاقي. استسهال البدايات. قال العباس بن الأحنف: الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا اقتحم الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار. سباع بشرية. قال أبو الطيب المتنبي: إنما أنفس الأنيس سباع يتفارسن جهرة واغتيالا، من أطاق التماس شيء غلابا واغتصابا لم يلتمسه سؤالا، كل غاد لحاجة يتمنى أن يكون الغضنفر الرئبالا. لذة السعي إلى الأماني. وقال: وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه، وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي. ولم أرك الألحاظ يوم رحيلهم، بعثن بكل القتل من كل مشفق. أدرن عيونا حائرات كأنها مركبة أحداقها فوق زئبق. عشية يعدونا عن النظر البكا، وعن لذة التوديع خوف التفرق. استبداد الشعور. قال الطرماح بن حكيم: متى ما يسؤ ظن امرئ بصديقه، وللظن أسباب عراض المسارح، يصدق أمورا لم يجئه يقينها عليه، ويعشق سمعه كل كاشح. قبول المعاذير. قال أحدهم: اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجرا، فقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. حزازات النفوس. قال زفر بن الحارث الكلابي: أيذهب يوم واحد إن أسأته بصالح أيامي وحسن بلائيا، وقد ينبت المرعى على دمن الثرى، وتبقى حزازات النفوس كما هي. ربما أفسد التمادي. قال أعرابي: ما لعيني كحلت بالسهادي، ولجنبي نابيا عن وسادي، لا أذوق النوم إلا غرارا، مثل حسو الطير ماء الثمادي، أبتغي إصلاح سعدى بجهدي، وهي تسعى جهدها في فسادي، فتتاركنا على غير شيء، ربما أفسد طول التمادي. وملت سليمة. قال صخر بن الشريد: أرى أم صخر لا تمل عيادتي، وملت سليمة مضجعي ومكاني،
فأي امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في أذى وهواني، لعمري لقد نبهت من كان نائما وأسمعت من كانت له أذناني، أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزواني، وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك ومن يغتر بالحدثان. الغياب الموجع. قال مهلهل بن ربيعة في رثاء أخيه كليب: نبئت أن النار بعدك أوقدت، واستب بعدك يا كليب المجلس، وتكلموا في أمر كل عظيمة لو كنت شاهدهم بها لم ينبسوا. زفرة والد. قال أمية بن أبي الصلت: غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أدني إليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فضيلة التغافل. قال الشريف الرضي: وكم صاحب كالرمح زاغت كعوبه، أبى بعد طول الغمز أن يتقوما، تقبلت منه ظاهرا متبلجا وأدمج دوني باطنا متجهما، ولو أنني كشفته عن ضميره أقمت على ما بيننا اليوم مأتما، إذا العضو لم يؤلمك إلا قطعته على مضض لم تبق لحما ولا دما. عند الشدائد تذهب الأحقاد. قال عويف القوافي: ذهب الرقاد فما يحس رقاد مما شجاك ونامت العواد، لما أتاني عن عيينة أنه أمست عليه تظاهر الأقياد، نخلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد. رقية الحب. قالت أم الضحاك المحاربية: سألت المحبين الذين تحملوا تباريح هذا الحب من سالف الدهر، فقلت لهم: ما يذهب الحب بعدما تبوأ ما بين الجوانح والصدر؟ فقالوا: شفاء الحب حب يزيله لآخر، أو نأي طويل على هجر، أو اليأس حتى تذهل النفس بعدما رجت طمعا، واليأس عون على الصبر. إن الشجا يبعث الشجا. قال متمم بن نويرة: لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذراف الدموع السوافك، فقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك؟ فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا فدعني، فهذا كله قبر مالك. فكشفه التمحيص. قال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر: رأيت فضيلا كان شيئا ملففا فكشفه التمحيص حتى بدا ليا، أأنت أخي ما لم تكن لي حاجة، فإن عرضت أيقنت ألا أخاليا، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. فكأنها أحلام. قال أبو تمام: ولقد أراك فهل أراك بغبطة، والعيش غض والزمان غلام، أعوام وصل كاد ينسي طولها ذكر النوى فكأنها أيام، ثم انبرت أيام هجر أردفت بجوى أسا فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. حصاد السنين. قال أبو نواس: ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم، وأسمت سرح اللحظ حيث أساموا، وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه فإذا عصارة كل ذاك أثام. أنفة العتاب. قال معن بن أوس المزني: لعمرك ما أدري وإني لأوجل، على أينا تعدو المنية أول، وإني أخوك الدائم العهد لم أحل، إن أبزاك خصم أو نبابك منزل، أحارب من حاربت من ذي عداوة، وأحبس مالي إن غرمت فأعقل، ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتني يمينك، فانظر أي كف تبدل، وفي الناس إن رثت حبالك واصل، وفي الأرض عن دار القلى متحول، إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل، ويركب حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل، إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبل.
المناظر المتعبة. قال أحدهم: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر؟ رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فليتق الله سائله. قال أبو تمام: هو اليم من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها. فليتق الله سائله. والمنايا رصد. قالت السلكة أم السليك ترثيه: طاف يبغي نجوة من هلاك فهلك، ليت شعري ضلة أي شيء قتلك؟ أمريض لم تعد أم عدو ختلك؟ كل شيء قاتل حين تلقى أجلك. والمنايا رصد للفتى حيث سلك، ليت قلبي ساعة صبره عنك ملك، ليت نفسي قدمت للمنايا بدلك. حنكته التجارب. قال عبد العزيز بن زرارة الكلابي: قد عشت في الدهر أطوارا على طرق شتى، فصادفت منه اللين والفضع كلا بلوت، فلا النعماء تبطرني ولا تخشعت من لأوائه جزعا. لا يملأ الهول صدري قبل موقعه، ولا أضيق به ذرعا إذا وقع. وتقتلنا المنون بلا قتال. قال المتنبي قصيدة في رثاء والدة سيف الدولة، ومنها: نعد المشرفية والعوالي، وتقتلنا المنون بلا قتال. نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيال. رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. وهان فما أبالي بالرزايا، لأني ما انتفعت بأن أبالي. لست الملوم. وقال: أبعين مفتقر إليك نظرتني، فأهنتني وقذفتني من حالقي. لست الملوم، أنا الملوم، لأنني أنزلت آمالي بغير الخالق. تزاحم الأضداد. قال أبو العلاء المعري في رثاء أحد الفقهاء الأحناف: صاح هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد. تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها، والعيش مثل السهاد. فيا حجر الشحذ. قال ابن تومرت: أخذت بأعضادهم إذ ونوا، وخلفك القوم إذ أسرعوا. وأصبحت تهدي ولا تهتدي، وتسمع وعظا ولا تسمع. فيا حجر الشحذ حتى متى تسن الحديد ولا تقطع؟ زخرف القول. قال ابن الرومي: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن ذممت تقل قيء الزنابير. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، حسن البيان يري الظلماء كالنور. فضل التأني. وقال: نار الروية نار جد منضجة، وللبديهة نار ذات تلويح. وقد يفضلها قوم لعاجلها، لكنه عاجل يمضي مع الريح. عرض مصون. قال علي بن الجهم: بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب ودين. يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرض مصون. عفو المقتدر. قال عبد الله بن الربيع الحارثي: لن يبلغ المجد أقوام، وإن شرفوا حتى يذلوا، وإن عزوا لأقوامي. ويشتموا فترى الألوان مسفرة، لا صفح ذل ولكن صفح أحلامي. الشر يبدأه صغاره. قال شبيب بن البرصاء: وإني لتراك الضغينة قد بدا تراها من المولى، فما أستثيرها مخافة أن تجني علي. وإنما يهيج كبيرات الأمور صغيرها، تبين أعقاب الأمور إذا مضت، وتقبل أشباها عليك صدورها. إقدام على بصيرة. قال مدرس بن ربعي الأسدي: إياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك المصادر. فما حسن أن يعذر المرء نفسه، وليس له من سائر الناس عاذر. إحدى النوائب. وقال ابن الرومي:
وزهدني في الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي، فلم ترني الأيام خلا تسرني بواديه إلا ساءني في العواقب، ولا قلت أرجوه لدفع ملمة من الدهر إلا كان إحدى النوائب. حظوظ. قال المعلوط القريعي: وليس الغنى والفقر من شيمة الفتى، ولكن أحاض قسمت وجدود، إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد. كنز الصبر. وقال أبو الحسن الجرجاني: إذا شئت أن تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وإنظارا إلى زمن اليسر، فإن سمحت كنت الغني، وإن أبت فكل منوع بعدها واسع العذر. مقالة السوء. قال محمد بن حازم الباهلي: ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائل. أقسم جسمي. وقال عروة بن الورد: إن امرؤ عافي إنائي شركة، وأنت امرؤ عافي إنائك واحد. أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق، والحق جاهد. أقسم جسمي في جسوم كثيرة، وأحسو قراح الماء والماء بارد. فصير آخره أولا. قال محمود الوراق: يمثل ذو العقل في نفسه مصائبه قبل أن تنزل، فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا، رأى الأمر يفضي إلى آخر فصير آخره أولا. علم الأباعر. قال مروان بن أبي حفصة: زوامل للأشعار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. الحمق الجميل. قال لقيط بن زرارة: أغركم أني بأحسن شيمة بصير، وأني بالفواحش أخرق، وإن تك قد ساببتني فقهرتني هنيئا مريئا أنت بالفحش أحذق. المنزل الخشن. قال دعبل الخزاعي: وإن أولى البرايا أن تواسيه عند السرور لمن واساك في الحزن، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. أحلام الكرى. قال عمران بن حطان السدوسي: يأسف المرء على ما فاته من لبانات إذا لم يقضها، وتراه فرحا مستبشرا بالتي أمضى كأن لم يمضها، إنها عندك أحلام الكرى لقريب بعضها من بعضها. نعمة الأذى. قال أبو الطيب المتنبي: فارقتكم فإذا ما كان عندكم قبل الفراق أذى، بعد الفراق يد، إذا تذكرت ما بيني وبينكم أعان قلبي على الشوق الذي أجد. الحب والأذى. قال أسماء بن خارجة الفزاري مخاطبا زوجته: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى، إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. تلفت القلب. قال الشريف الرضي: ولقد مررت على ديارهم وطلولها بيد البلا نهب، فوقفت حتى ضج من لغب نضوي ولج بعذري الركب، وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب. من الحمام إلى الحمام. قال أبو الطيب المتنبي: يقول لي الطبيب: أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام، وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام، تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام، فإن أمرض فما مرض اصطباري، وإن أحمم فما حم اعتزامي، وإن أسلم فما أبقى، ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام. إعراض كريم. قال زهير بن أبي سلمى: وذي خطل في القول يحسب أنه مصيب فما يلمن به فهو قائله، عبأت له حلما وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله. هم منتشر. وقال كعب بن زهير: لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر، يسعى الفتى لأمور ليس مدركها، فالنفس واحدة والهم منتشر، والمرء ما عاش ممدود له أمل لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر. لين العزة. قال أبو الشيص الخزاعي: كريم يغض الطرف فضل حيائه، ويدنو وأطراف الرماح دواني، وكالسيف إلا ينتهوا لا نمسه، وحداه إن خاشنته خشناني.
لولا بنيات. وقال حطان بن المعلى: لولا بنيات كزغب القطا، رددنا من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض. وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. زجاجة بشرية. وقال قيس بن الملوح: أقضي نهاري بالحديث وبالمنى، ويجمعني والهم بالليل جامع. لقد ثبتت في القلب منك محبة كما ثبتت في الراحتين الأصابع، وأنت التي صيرت جسمي زجاجة تنم على ما تحتويه الأضالع. قتل الأحرار. قال أبو الطيب: وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. هوى الفؤاد. وقال: صار ما أوضع المخبون فيه من عتاب زيادة في الوداد، وكلام الوشاة ليس على الأحباب سلطانه على الأضداد. إنما تنجح المقالة في المرء إذا صادفت هوى في الفؤاد. مماطلة. قال الشاعر: إن كنت لم تنوي فيما قلت لي صلة، فما انتفاعك من حبسي وترديدي؟ فالمنع أجمله ما كان أعجله، والمطل من غير عسر آفة الجود. شيمتك الحياء. وقال أمية بن أبي الصلت: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، وعلمك بالحقوق، وأنت فرع لك الحسب المهذب والسناء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. لا أرى أحدا. قال دعبر الخزاعي: ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم، الله يعلم أني لم أقل فندا. إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير، ولكن لا أرى أحدا. لم يستوف قط كريم. قال الخطابي: تسامح ولا تستوف حقك كله، وأبق فلم يستوف قط كريم. ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. نوم مشرد. قال أبو تمام: ولم تعطني الأيام نوما مسكنا ألذ به إلا بنوم مشرد. وطول بقاء المرء في الحي مخلق لديباجتيه، فاغترب تتجدد. فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. أطعت مطامعي. قال القاضي عبد الوهاب المالكي: طلبت المستقر بكل أرض، فلم أر لي بأرض مستقرا. ونلت من الزمان ونال مني، فكان مناله حلوا ومرا. أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. قناة صليبة. قال إبراهيم النبهاني: تعزف إن الصبر بالحر أجمل، وليس على ريب الزمان معول. فإن تكن الأيام فينا تبدلت ببؤسى ونعمى والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة، ولا ذللتنا للتي ليس تجمل، ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا يستطاع فتحمل. لزوم العصا. قال لبيد بن ربيعة: وما المرء إلا كالشهاب وضوئه، يحور رمادا بعد إذ هو ساطع. أليس ورائي إن تراخت منيتي، لزوم العصا تحنى عليها الأصابع. أخبر أخبار القرون التي مضت، أدب كأني كلما قمت راكع. خاتل يدنو لصيد. قال أبو الطمحان القيني: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل يدنو لصيدي، قريب الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي. قذا عينيه. قال عبد الله بن الزبير: سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنا وإن هي جلتي. فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قذا عينيه حتى تجلتي. منه شيبان. قال ابن الرومي: قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم: كلا لعمري ولكن منه شيبان. وكم أب قد علا بابن ذرى شرف، كما علا برسول الله عدنان. تسمو الرجال بآباء وآونة، تسمو الرجال بأبناء وتزدان. صبر الرأس.
قال أعرابي: اصبرن كلك تابعين، فإنما صبر الجميع بحسن صبر الراس خير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس. إحدى يدي أصابتني. قال أعرابي: أقول للنفس تأساء وتعزية، إحدى يدي أصابتني ولم تردي. كلاهما خلف من فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي. قوم سواء. وقال أعرابي يهجو قوما من طي: ولما أن رأيت بني جوي جلوسا ليس بينهم جليس، يئست من التي قد جئت أبغي لديهم، إنني رجل يئوس، إذا ما قلت أيهم لأي تشابهت المناكب والرؤوس. حجة اللئام: ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش أخف منه الحمام. كل حلم أتى بغير اقتدار، حجة لاجئ إليها اللئام. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. سهل فيها إذا هو كان. وقال أيضا: ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانا، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا. كل ما لم يكن من الصعب في الأنفس سهل فيها إذا هو كان. رجال الحقائق. قال الوزير بن المغربي: مررت بقبر ابن المبارك غدوة، فأوسعني وعظا وليس بناطقي، وقد كنت بالعلم الذي في جوانحي غنيا وبالشيب الذي في مفارقي، ولكن أرى الذكرى تنبه غافلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق. حقيقة الفخر. وقال أبو الأسود الدؤلي: كم من حسيب أخيعي وطمطمة، فدم لدى القوم معروق إذا انتسبا، في بيت مكرمة آباؤه نجب كانوا رؤوسا فأمسى بعدهم ذنبا، وخامل مقرف الآباء ذي أدب نال المعالي بالآداب والرتبا. ورب الدار كاره. قال ابن قدامة: لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. شكر يستوجب الشكر. قال محمود الوراق: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. سلم الرجاء. قال الإمام الشافعي: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما.